معنا من القاهرة الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. أستاذ أشرف، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن المصريون يستعدون للاحتفال بذكرى 11 لثورة 30 من يونيو، بعد 11 عاما وطوال هذه المسيرة في هذا العقد، ما الدروس المستفادة؟ مساء الخير لحضرتك والسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية. بكل تأكيد في ذكرى 11 لثورة 30/6 أو 30 يونيو، أعتقد أن هذا حدث عظيم في تاريخ الدولة المصرية، ولدأت نقلة نوعية في مسار الحياة للدولة المصرية، واستطاع أن يوفر شبكة الإنقاذ الحقيقية للدولة المصرية من الوقوع في فخ براثن الإرهاب من قبل الجماعات الإرهابية، وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت لديها مطامع في إمكانيات طمس الهوية الوطنية وفرض ما يعرف بملف الإرهاب في كامل ربوع الدولة، أملا أن يكون الدولة المصرية منطلقا لكل التنظيمات الإرهابية في الإقليم، باعتبار الدولة المصرية دولة مركزية تتمتع بكثير من الحضور، تشكل رقم صعب في معادلة الإقليم ومعادلة الدولة في الوطنية في إقليم الشرق الأوسط. بكل تأكيد ما حدث في 30/6 غير المعادلة نحو إنقاذ الهوية الوطنية، إنقاذ الدولة المصرية، فتح مجال لبزوغ فجر جديد للجمهورية الجديدة في 10 سنوات في عام 11 حتى هذه اللحظة، ما زلنا نتمتع بكثير من استحقاقات الأمن والاستقرار من ناحية، وأيضا تشييد شروح البناء التي غطت سماء الوطن في كل ربوع الوطن على مدار السنوات الماضية من خلال خطة نووية متكاملة شاملة لعبت دورا كبيرا في تغيير مجرى الحياة وسمعة الوطن بين دول الإقليم ودول العالم، باعتبار ما حدث يشكل معجزة كانت تحتاج إلى أكثر من 50 عاما حتى يتم تحقيق الحد الأدنى من النجاحات التي وفرتها نجاحات الدولة المصرية في ظل قيادة حكيمة كانت تمتلك قوة الإرادة وأيضا الحاضنة الشعبية والجماهيرية التي استطاعت أن تشكل بالفعل نموذجا حضاريا في الإقليم بين دول الإقليم، لأن تكون الدولة المصرية تلعب رقم الصعب في العودة لقيام بأدوارها وتاريخها ومحطتها على مسار التنمية الشاملة ومسار استعادة الأمن والاستقرار واستعارة كامل نفوذ الدولة الوطنية من ناحية، بالإضافة إلى السبب الجوهري والأهم هو قضاء مبرما على الجماعات الإرهابية في كل ربوع الوطن وخاصة في مناطق سيناء بعد العملية الشاملة في سيناء التي غيرت وجه الحياة، حتى يكون هناك استعداد لميكانيزمات تحقيق التنمية الشاملة في سيناء عبر خطط سنوية. ما زالت مجتمع الدولة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يوفر استحقاقات الدعم لهذه الخطط من خلال هذه التجربة الفريدة. ما حدث في مصر لم يكن مرتدا على الداخل المصري فقط أستاذ أشرف، ولكن امتد كتأثير الدومينو إلى دول أخرى. إلى أي درجة ما حدث في مصر كان منقذا بشكل كبير لدول مثل تونس مثلا على سبيل المثال، وأثر طبعا على مستقبل هذا التنظيم، تنظيم الإخوان الدولي؟ بكل تأكيد النموذج المصري كان النموذج الأبرز الذي يتميز بكثير من التفرد والخصوصية فيما يتعلق بآليات ملاحقة وإمكانيات اكتساز جذور الإرهاب في مصر، من خلال أيضا إرادة الدولة والقيادة المصرية والشعب المصري لأن يكون هناك بالفعل إنقاذ هذا الوطن من الوقوع في براثن هذا المخطط الجهنمي الذي كان يريد الانتداب لمصر على مدار 50 عاما قادمة، كما تحدث كثير من قيادات أولياء جماعات الفرع والإرهابية الإخوان في ذلك الوقت عام 2012. ما حدث في عام 2013 30/6 حتى هذه اللحظة، أعتقد أنك لدي اتساع من أفق نحو إمكانيات ليس فقط قضاء على الإرهاب في مصر ونحو استعارة نفوذ الهوية الوطنية المصرية والدولة المصرية والعودة إلى الحاضرة الإفريقية والعربية وعلى مستوى الإقليم والشرق الأوسط، لكن حتى على المستوى الدولي من خلال كثير من الحواضن التي استطاعت الدولة المصرية توفرها للتعامل في استراتيجية مكافحة الإرهاب في العالم العربي، وأن يكون لك التركيز الأول والأخير على استعارة الدولة الوطنية في الإقليم العربي. وأعتقد أن هذا النموذج كان لدي ضربات ابتدائية ناجحة في إمكانيات التعميم للتجربة المصرية بكل قدها وقضيضها من حيث القوة ومن حيث الحضور والتمرد والتمركز في مصر، ونقل هذه التجربة إلى عواصم عربية كتونس، وأيضا مساعدة بعض الدول كسوريا وليبيا وغيرها التي ما زالت تواجه شبح الإرهاب، وأيضا كان لدى الدولة المصرية والقيادة المصرية في كثير من الإطلالات على مستوى الإقليم والعربي الدولي مد يد العون لدول الإقليم قاطبة بإمكانيات أن يكون بالفعل استفادة بأكبر زخم من قوة التجربة والنموذج المصري المثالي الذي أعتقد أنه استطاع أن يغير كثير من موازين القوة في الشرق الأوسط وكتب فصل النهاية الكاملة لجماعة الإخوان في مصر وفي كثير من دول الإقليم، وما زالت التجربة بتشعباتها المصرية ممتدة على أكثر من صعيد، خاصة أن هذا النموذج المصري كان مسار
بشهاده ودرجه كبيره من التعاطي الايجابي مفهوم لامم المتحده وفي مجلس الامن وحتى على مستوى التجمعات الاقليميه والدوليه والاوروبيه. شكرا جزيلا لك من القاهره ضيفنا الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير جريده الاهرام المصريه.